اليوم أشاهد الشعراء، أنت تعرف الآونة الأخيرة المواقع و أكو شاعر ونزل، لكن أنتوا لكم اسمكم، لكم ثقلكم، شلون الفنان اللي ما يجي يغني أي أغنية؟ إيه نعم. لكن رغم الروح اللي بيناتكم، أنتوا شريحة مظلومة. ويعني هذا الموضوع بتفاصيل كثيرة يعني. ابتداء من شوف موضوعة يعني انه انت شاعر شاب، فرق عن انه انت شاعر كهل. الشاعر الشاب هو يلاحق الاعلام وهو يتابع وهو يركض فيصير حضوره بصراحة اليوم أكثر. الشعر بالشاب لو بالقصيدة، القصيدة اكيد صح، بس هذا دور المتلقي. قصيدة شلون توصل الشاب طالب يسولف؟ شلون توصل قصيده اذا ما لها ترويج اعلامي؟ ابسط شيء هسه برنامج تشوفه ساعه تلفزيونيه باليوتيوب، شوف مشاهداتها 5000 او 2000، يجي الشاعر نفسه شاب عنده طاقه يطب يقص مقطع عنده يدري هنا عنده ضربه، يقص هذا المقطع ابو الدقيقه ينشره يوصل 5 ملايين، مع العلم الجمهور ما يخلق يطب يشوف ساعه. صح. استاذ طالب وين يخلق ينزل برنامج مال مونتاج ويقص هاي الدقيقه؟ بالفعل. الشاب عنده طاقه، عنده ثقافه تكنولوجيه، هنا يكون مربط. اكو تفاصيل يعني الشاب. لا وافقك، هي مجموعه اسباب من ضمنها هذا اللي ذكرناه، بالاضافه الى المتلقي والذائقه والضعف الاعلامي ايضا يعني. تمام. الاعلام ايضا انا اركز على موضوع مهمته انه يتابع الاسماء اللي اسست، الاسماء اللي انطت يعني المنجز الشعري الحقيقي. هسه من خلال دراسات، من خلال حس نقدي، من خلال لازم يعني، لانه مهمتهم الاعلاميه هالشكل هذا. بس احنا بصراحه نلاحظ يعني الا القليل النزر من عندكم اللي انتم تنصفون الشعراء واللي انتم يعني تتابعون المنجز والقصيده مثل ما ذكر الاستاذ رسلان انه ساحه يتحكم بها السوشيال ميديا زين والمواقع والتصوير. اوكي، من اليوم اريد اوصل رساله استاذ طالب محتاج فد موضوع. اليوم اريد اوصل رساله علي الفريداوي عائلته مظلومه، عباس اللامي مظلوم، لمن اوصل الرساله؟ من المسؤول عن الشعراء اليوم؟ اليوم تجي للرياضة أكو وزير، أكو اتحاد استاذ رسلان، تجي للفنانين أكو نقابة، اليوم أنتوا الشعراء منو؟ والله هو هذا موضوع عسير، لأنه الأشياء إذا ما تتقعد بقواعدها الحقيقية يصير ترهل بكل التفاصيل، ابتداء من نظام الدولة الموجود. إحنا هاي الفوضى العارمة اللي قاعد نعيشها، أكو مهرجانات ويريدون شعراء تتواجدون. طبعا تكونون بالسد الاول، من العراق يحتاجكم متواجدين. احسنت، لكن انتم اليوم تروحون تحتاجون العراق زين. احنا ما جاي نستجدي استاذ طالب بالحروب، الفساد التعبويه اللي تدفع الشباب تقاتل، مو صح؟ احنا اليوم مقاتلين نسمع قصيده مهمه، اريد نطلع نعار. الشعر له دوره، الشعر له دوره بكل الازمان، وخاصه الشعر يعني خاصه الشعر الشعبي العراقي له دور مهم جدا، مهم جدا بحياة الناس. تفاصيلنا هسه احنا خاصة بعد 2003 انتشر الشعر انتشار النار في الهشيم. الان الماء يكتب شعر يحفظ شعر صح ويذوق شعر صح، كانت اقل من هاي النسبة بكثير. للعلم الشاعر فعلا كاتب، اكو حاجة يعني. ولذلك بما انه اكو حاجة لوجود هذا الفن، لوجود هذا المعبر عن هواجس الناس، يفترض ايضا اكو دعم واكو اسناد واكو اهتمام. بس ماكو، ماكو بصراحه. وهاي ايضا تشترك بها يعني جمعيه الشعراء الشعبيين، جمعيه لو نقابه المؤسسات. احنا ما عندنا نقابه للاسف، يفترض ان تكون منظمه مدنيه زين، ويفترض ان تكون نقابه. مو صحيح، والنقابه مرتبطه بوزاره الثقافه، والا ليش لكم الادب الشعبي منحو لكم رواتب ولكم صندوق ولكم هي مو هسه هي مو توصل حلو نقيب الشعراء الشعبيين مو فيها جماليه شاعر من اكثر. مو توفى فلان شاعر، اجيب وفد واجيب جمعيه شعراء تحسب يا يستلم الشاعر فلان. مو على العموم هو هذا الموجود زين. انت اليوم انا اسميك مو شاب، انت من الكبار اللي ممكن تاخذ دورك مقام الاستاذ سمير صبيح والاخوه اللي بعمرك.
ألف رحمة على روحه. ليش ما تسوون تجمع؟ ليش ما تناجدون بهذا الشيء؟ بالآونة الأخيرة هواي فقدتوا شو؟ يعني أنا أروح البيت جبار رشيد، هذا جبار رشيد ايه والله حسرة عليه يعني ايه يعني ايه مو بيت تقعد تتحدث به أمه أخوانه، تروح البقية الشعر يعني هذا علي الرفريداوي، أتحدى شخص حدا المقربين راح سأل عليه، مسؤول راح سأل عن عائلته، ليش ما هذا الشيء نشاهده وإحنا نكون داعمين لكم كإعلام؟ يعني هم بصراحة يعني الشعراء المرتبطين بمؤسسات الدولة يعني كأن يكون متعين تعيين رسمي، هذا اللي يحصل تقاعد ويحصل، أما اللي ما متعين فيقول لك هو يقول لك ماكو جنبة يعني ممكن ندخل فيها قانونية نقدر نحسب راتب وهذا. يعني تقاعد منه تقصد يعني كشعراء؟ ماكو تقاعد شعراء، ماكو صباح الهلالي 260,000 ماكو شعراء 260,000 هسه صباح الهلالي ويامن مثلا وبأي جهة منين حصلها؟ يجي يعني قانونيا يقول لك قانونيا ما يحصل ماكو سؤال استاذ طالب هي. انا سيطيني انا خدمتك سؤال هسه مثلا نقابة المحامين العراقيين نقابة المحامين العراقيين عندهم اشتراكات مال هويات صح من خلال هاي الاشتراكات من خلال الاملاك اللي تملكها النقابه اي مثلا المحامي اللي ما موظف يسموها الوظيفه المزدوجه من يطلع العمر مثلا 15 سنه او غيرها أي. هو محامي يظل يروح كل شهر للنقابه يستلم راتب أي. مثلا جمعيه الشعراء الشعبيين اللي هي المفروض تصير نقابه الشعراء الشعبيين المفروض شي يسوون ايضا اشتراكات بالهويات وبالتفاصيل وامور وهاي ويروحون يعني دا يتكاتفون الشعراء بيناتهم يعني هذا جاي احس الاستاذ علي هم لهم كل من صفحته مليون ومليونين بالفيسبوك ويوقفون وقفه رجل واحد يعني ايش تتوقع ما يسنون قانون يسنون قانون والدوره ضد التطعيم حتى منحه صح مو والله يشوف فيسبوك هي الدوله انا سأنا من خلال برنامجكم بصراحه ادعو انه تؤسس نقابه للشعراء الشعبيين يعني تتفق مع كلام استاذ طبعا اكيد تؤسس نقابه ويوضع لها نظام داخلي و يعني مرتبطه بالدوله زين بهاي الطريقه يقدر الشاعر يحصل يعني على جزء من 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 حقوقه يعني والا الموضوع يعني سائب من زمان وكثير من الشعراء الكبار يعني يعني ماتوا وراحوا وانتهى الموضوع هذا هاي تحزب القلب بصراحه زين بس الجوانب الانسانيه انت اليوم تتذكرني كشاعر مرحوم فلان طالب الدراج الله يرحمه كتب كذا 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 لها علاقه بالانسانيه لها علاقه بتاريخ هذا الشعب ومعاناه هذا الشعب فانا ممدوح على لسانك ولسان الطيبين لكن كإجراء حكومي أنا أريد أسوي إجراء إنساني بعدك وبعد غيرك لعائلتك إيه؟ أنا ما متفضل أنت خادم بلدي ما خادم نبي الأستاذ طالب أنا من هاي الباب أريد أجي أنا ما جاي أنه صديقي أنت ورسلان أخويا وصديقي ما جاي أتحدث عن هذا الشيء أنا جاي أتحدث إيش قدم اليوم رسلان ضحك بكى قدم رفع علم العراق وقف امام رايه الله اكبر وتحدث هذا مو يجيني سياسي كل شيء ما مقدم وياخذ مخصصات وهذه وانا طالب الدراجي وغيره وغيره هاي الطامة مثلا سياسي يعني يتعين فد شهرين يصير راتبه تبعتي وحصانه ملايين او 10 ملايين او يعني زين زين هذا وين وهذا وين يعني اتمنى انه الشاعر يعني ينصف واسوة بغيره رياضيين اعتقد يعني رياضيين زين وضعهم